زيارة جديدة للمبعوث الدولي إلى سوريا، والجبهة الشعبية القيادة العامة تؤكد مقتل قائد عملياتها في سوريا بيد الجيش الحر. لم يفقد السوريون حس عيد الميلاد وإن تخلت الأجواء الإيجابية عن بلدهم. رغم كل المعارك المشتعلة في أنحاء مختلفة من سوريا، وجد السوريون بعض الوقت للزينة وقرع الأجراس ورفع الصلوات على العيد، يحمل بعض الهدوء إلى الشوارع المضطربة. حلم الهدوء هذا لم يعد يجسده المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، فهو بعدما فشل في إرساء وقف للنار في عيد الأضحى عاد من جديد إلى سوريا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد باحثا معه في حلول جديدة وأفكار قابلة للتنفيذ. الوضع في سوريا لا يزال يدعو للقلق، ونأمل على أن الأطراف كلها تتجه نحو الحل الذي يتمناه الشعب السوري ويتطلع إليه. في هذا الوقت اتهمت وكالة سانا الرسمية مجموعات إرهابية بالجريمة التي وقعت في مخبز في ريف حماة وأودت بحياة العشرات، في حين انتقدت منظمة العفو الدولية نقل طبيبين على الأقل وفلسطيني للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في سوريا. من جهة ثانية سيطر مقاتلون إسلاميون معارضون على أجزاء واسعة من قرية تقطنها غالبية علوية في محافظة حماة بعد حملات واسعة على حواجز للقوات النظامية، وتأتي هذه السيطرة بعد يومين على تحذير مقاتلين من اقتحام قريتين مسيحيتين ما لم يتم طرد القوات النظامية منها، ما يعزز مخاوف الأمم المتحدة التي تتحدث تقارير عنها عن نزاع طائفي في سوريا. هذا واستخدمت القوات النظامية قنابل تحتوي على غاز أبيض من دون رائحة وغير معروف، في حين اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن استخدام الأسلحة الكيميائية سيشكل انتحارا سياسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.